حسب أيضا تصريحات الخارجية الإيرانية فيما يتعلق بهذا القصف أو حتى القصف الذي سبقه، دوما عندما نلجأ إلى الخيار العسكري يكون هو آخر خيار بعد انتهاء ربما الجولات الدبلوماسية والتفاهمات الدبلوماسية، ولكن حسب تصريحات الخارجية الإيرانية قالت أو بررت هذا القصف بأنه جاء بعد انتهاء وفشل الجهود الدبلوماسية. هل كان هناك حقا أي جهود دبلوماسية سواء من حكومة إقليم كردستان أو حتى من الحكومة الاتحادية مع الجانب الإيراني بهذا الشأن؟ ما تدعي الحكومة الإيرانية أو الجانب الإيراني يدعي هو من جانب واحد، هم يعترضون ومن ثم ينفذوا هجماتهم. هم يريدوا أن يوحوا إلى الشعب الإيراني بأنه يعني النظام الإيراني يتعرض إلى مؤامرة كونية، ومركز تحريك هذه المؤامرة أو إحدى مراكز تحريك هذه المؤامرة هو إقليم كردستان، وهذا غير صحيح. الشعب الإيراني هو ناقم، هو يطالب بمطالب شرعية له، ليس له أي علاقة بحكومة إقليم كردستان. حكومة إقليم كردستان دائما كانت تسعى أن تكون يعني نقطة الأمن والأمان وترعى مصالح دول الجوار وأن تنأى بنفسها عن هذه المشاكل الداخلية، ولكن مع الأسف الشديد لأسباب كثيرة ومن ضمن هذه الأسباب هو عدم وحدة الموقف بين جميع أطراف العملية السياسية. نرى الاعتداءات مستمرة سواء من الجانب الإيراني أو من الجانب التركي. يجب أن تكون الجبهة الداخلية موحدة والخطاب العراقي موحد اتجاه هذه الاعتداءات، حينئذ نرى موقفا مغايرا لهذه المواقف التي نراها الآن. الرد العسكري بعيد جدا وضرب من الخيال، ولكن هناك إجراءات أخرى أكثر من مسألة الشجب والإدانة من وزارة الخارجية. يجب على الحكومة العراقية أن تكون حازمة، وأيضا على أطراف العملية السياسية. هذا اعتداء على السيادة العراقية قبل أن يكون اعتداء على إقليم كردستان. إذا افترضنا دائما نحن ندعي بأنه إقليم كردستان جزء من العراق، فأيضا الاعتداء عليه يعتبر اعتداء على السيادة العراقية. فعلى الجميع بصوت واحد أن يدين هذه الاعتداءات وتصعيد الأمور، وأيضا مع الجانب التركي على الحكومة العراقية أن تعالج إشكالية حزب العمال الكردستاني والاتفاقات المبرمة بين النظام السابق والحكومة التركية وأيضا الحكومات السابقة والحكومة التركية. يجب أن نوضح هذه الأمور ونضع النقاط على الحروف ونضع حد لهذه التأويلات. كل هذه الاعتداءات مع الأسف الشديد يدفع ثمن الشعب الكردي وإقليم كردستان العراق. فلهذا على الحكومة العراقية أن تكون جادة وبالتعاون مع حكومة إقليم كردستان وأيضا المجتمع الدولي لحماية المصالح والسيادة العراقية.